شخصية الفنان حسن يوسف لأبنائه المسيحيين قبل وفاته، وما علاقتهم بالشيخ الشعراوي؟ حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني والجمهور المصري والعربي بعدما أعلنت الفنانة شمس البارودي منذ قليل وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 سنة. ربنا يدينا ويديكم العمر اللي عاشه الفنان العظيم بعدما ترك أرصا فنيا متميزا في السينما والدراما المصرية. وما هي الوصية التي أعطاها لأبنائه المسيحيين؟ سنعرف وشاهد معنا. وأوصى الفنان الكبير حسن يوسف بلقاء تلفزيوني سابق بأن تخطى نفس الآيات القرآنية المكتوبة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله على قبره، ويقصد بها قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان الكبير حسن يوسف أن وفاته صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على الفيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون. توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تخمده الله بوسع رحمته. أرص فني كبير. يذكر أن الفنان حسن يوسف ولد في 14 أبريل 1934، وقدم عددا كبيرا من الأعمال المميزة في السينما المصرية، أشهرها في بيتنا رجل، الخطايا، أجازة الصيف، وللرجال فقط، واشتهر بلقب الولد الشقي بين الجمهور، واتجه لإخراج عدة أفلام في سبعينات القرن الماضي. شاركت في بطولة معظمها زوجته الشمس البارودي. وقدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، أشهرها دوره في مسلسل إمام الدعاء عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي وليالي الحلمية. وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه ورقا في العام 2023. وآخر رسالة من نجل حسن يوسف لوالده في رحيله قبل ب6 أشهر: نعم، إننا دائما ندعو وننعي هذا الفنان العظيم. وآخر رسالة من نجل حسن يوسف لوالده قبل رحيله ب6 أشهر عن إخوته الأقباط المسيحيين: الاحتفال الأخير. استيقظ الوسط الفني اليوم الثلاثاء على خبر محزن برحيل الفنان القدير حسن يوسف عن عمر يناهز 90 سنة، بعدما أعلنت الفنانة شمس البارودي وزوجة الفنان الراحل وفاته منذ قليل. حسن يوسف كان أحد نجوم السينما المصرية، وجمعته قصة حب شهيرة بالفنانة شمس البارودي، حيث أسفرت زيجتهما عن إنجاب 4 أبناء هم نريمان وعمر ومحمود وعبد الله. ورسالة نجل حسن يوسف الأخيرة له قبل وفاته بأشهر في شهر أبريل الماضي وتحديدا يوم 14، كانت الرسالة الأخيرة لعمر حسن يوسف لوالده، وذاك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير انستجرام. فماذا قال عمر حسن يوسف، ممثل صاعد ظهر بعدد من الأدوار في مسلسلات درامية شهيرة على رأسها بالحجم العائلي والأسطورة، احتفى قبل 6 أشهر من وفاة والده بعيد ميلاده 90 من خلال منشورة عبر حسابه على الانستجرام: كل عام وانت طيب يا أسطورة، الأب والقدوة. تحت هذا العنوان وضع عمر حسن يوسف منشوره: إذا لم يكن يعرف أنه الاحتفال الأخير بعيد ميلاد والده، والذي وضع خلاله عدد من صور الأبرز أعماله والده الراحل وفاة حسن يوسف. وقبل ذلك بشهر وضع عمر حسن يوسف منشورا آخر يحمل صورته رفقة والده ووالدته شمس البارودي، موجها رسالة لوالدته في عيد الأم: كل عيد وأم وأنت بخير يا حبيبتي،
وتلقى الوسط الفني صدمة الكبرى اليوم الثلاثاء بعد رحيل واحد من أشهر نجوم الزمن الفني الجميل صباح اليوم، والوصية التي أوصى بها إخوته أو أبناء المسيحيين الموضوع عاجل جدا. شمس البارودي تعلن وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف. أعلنت الفنانة شمس البارودي وفاة زوجها الفنان حسن يوسف، وتتحدث عن أبنائه الأرباط قبل قليل عن عمر 90 عاما. كما أعلن محمد يوسف رحيل شقيقه حسن يوسف، حيث كتب عبر حسابه: إن لله وإن إليه راجعون. توفى منذ قليل شقيق الأكبر الفنان حسن يوسف، نحمده الله بوسع رحمته. نسألكم الدعاء. أشهر أعمال حسن يوسف، وقدم الفنان على كبيرة من الأعمال التي سطع بها نجمه في دنيا الفن، ومنها أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، وغيرها من الأعمال السينمائية. وكانت مرحلة الستينات في مرحلة توهجه الفني، حيث شارك نجمات السينما أدوار البطولة، كما شارك بإخراج العديد من الأعمال. إنها الوصية الجميلة، إنها الوصية التي أوصى بها لأبناء المسيحيين التي اكتشفوهم بعد وفاته. وهنا سميرة أحمد أيضا تكشف، سميرة أحمد تكشف سرا جديدا عن فيلم الخرصاء. نعم، إنه زكي رستم ضرب حسن يوسف بجد. نعم، روت الفنانة القديرة سميرة أحمد حكاية المخرج الجيني الأجنبي الذي حضر حفل افتتاح فيلم الخرصاء من إنتاج العندليب ومحمد عبد الوهاب. وأوضحت سميرة أحمد خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبطال في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن المخرج الأجنبي قارنها بنجوم كبار، قائلا: الفنانة التي أدت فيلم الخرصاء أحسن من النجمة الأمريكية بتاعتنا، وغير ذلك. وأضافت: من ضمن أبطال فيلم الخرصاء الفنان الكبير زكي رستم، وكان جاد للغاية في عمله وأنها اكتسبت ذلك منه. وتابعت: كنا بنصور في إحدى القرى فيلم الخرصاء، وكنا ننادي بزكي بيه رستم، حيث كنا نحترمه. وطلبت مني أسرة الفيلم أن أساهم في ذهاب زكي رستم لهذه القرية، وبالفعل ذهبت إليه وقلت له: إيه رأيك نتمشى شوية ونحكي حكايات؟ وقال لي: خلاص يلا. ومشينا لحد القرية وقمنا بالتصوير، موضحا أكثر ما يميزه هو احترامه لشغله بطريقة جميلة. وكتير من الفنانين صاروا على إيه منواله. وعن ضرب زكي رستم لحسن يوسف بين الخرصاء، كشفت الفنانة سميرة أحمد أن حسن يوسف كان وجها جديدا في فيلم الخرصاء، وبالفعل قام زكي رستم بضربه بجد، قائلا: لدرجة إن حسن يوسف لحد وقتنا هذا بيقول لي إن أسنانه ما رجبتش من ساعة إيه ضرب زكي رستم إيه لو في فيلم الخرصاء. إنه الألم والحزن، إنه الألم الشديد. وما هي الذكريات المؤلمة حينما ضاع وفر هذا الشخص العظيم النجم السينمائي؟ وبالنسبة للوصية التي أعلنها أو أعلنت، الوصية التي أعلنها لأبناء والأقباط المسيحيين، إنها كانت علاقة قوية جمعت بين الشيخ الشعراوي والفنان حسن يوسف. هل تدخل في اعتزال الفن حالة من الحزن والأسى سيطرت على محب الفنان الكبير حسن يوسف بعد إعلان خبر وفاته منذ قليل، بعد رحلة طويلة خاضها في الفن وقدم خلال العديد من الأعمال الفنية والدرامية، كانت من أبرزها مسلسل إمام الدعاء الذي جسد خلاله شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، وجمعت علاقة قوية. الشيخ متولي الشعراوي والفنان القدير حسن يوسف استمرت لسنوات طويلة، حيث كان من المقربين لديه، وزارت هذه العلاقة جميلة في تقديم مسلسل عن حياته باسم إمام الدعاء. وبالنسبة لعلاقة الفنان حسن يوسف بالشيخ الشعراوي وعلاقته بأبنائه الأقباط وبأحد اللقاءات التلفزيونية، كشف الفنان حسن يوسف عن طبيعة علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلا: من أول مرة شفته فيها صرت أحد مريديه، ولما سألته عن رأيه في الفن وهل حلال أم حرام، قال لي: اللي بيشرب في كوباية مية وبيشرب فيها خمرة مش ذنب الكوباية. نصح الشيخ الشعراوي الفنان حسن يوسف بتقديم أعمال فنية
عن الأئمة، وحين اقترح علي الأخير أن يقدم عمل بنية عن السيرة الذاتية وألخ حيث وافق، ولكن بشرط واحد، الشيخ الصحراوي نصحني بعمل أعمال عن الأئمة، ولما قلت له إيه رأيك أعمل مسلسل عنك قال لي هنختلف لو عملته في حياتي أعمله بعد ما أموت. كان الشيخ الشعراوي فضل كبير على الفنان حسن يوسف، لذلك أراد الأخير أن يجسد شخصيته في أحد أعماله الفنية. كنت على علاقة قوية بالشيخ الشعراوي وله فضل علي، وحبيت أرد هذا الفضل بإني أقدم سيرة حياته. الشيخ الشعراوي سمح لي أعمل سيرة حياته بعد وفاته، وكان يشاهد التلفزيون وينتقد المسلسلات ومفيش حد راح له وقال له إن الفن حرام. وفي عام 1990 قرر حسن يوسف اعتزال التمثيل، حيث كانت حينها آخر أفلام الشقيقان. اعتزلت الفن نظرا للالتزام زوجتي واقترابي من الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي ومجموعة كبار من علماء الدين، الأمر الذي قربني من ديني أكثر. وفي عام 2002 عاد إلى الفن ليقدم مسلسل إمام الدعاء الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كان واحدا من أهم أسباب عودته حيث استشاره قبل سنوات من وفاته الأخيرة هذا الأمر، وأفتى به له العودة، ولكن بشرط أن يكون من خلال عمل المفيد المتبرك. وقدم الفنان حسن يوسف العديد من الأعمال الفنية الدينية، ومنها مسلسل ابن ماجة، ومسلسل الإمام النسائي، ومسلسل إمام الدعاء، والإمام المراغي، ثم إمام الأئمة الشيخ عبد الحليم محمود. لكم كل الشكر والتقدير. أما بالنسبة لحسن يوسف ووصيته لأبناء المسيحيين، ليس لديه أبناء المسيحيين، ولكن وصيته هو أن تكون هناك وحدة وطنية وأن تكون المحبة بين الجميع. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم من الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم بالقناة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي.